افتكر على فكرة لو حد افتكر. انا الحمد لله افتكرت. الحمد نمر لله. رفع المتصل، بس ترجعوها في اي وقت مصر. وانتوا عايزين تفهموا. اي بس يوسف داخل، ثواني خليكم معايا. تمام يا مسهل. تمام، الرفع المتصل يا حبيب قلبي. بيقول لي هنا ايه كتكيتي؟ انا عندي هنا ضمائر الرفع المتصلة عبارة عن 6 ضمائر. كم ضمير؟ 6. ال6 ضمائر دول بيكونوا دايما مرفوعين، يعني اقول عليهم ايه؟ في محل رفع. ركزوا في اللي بقول، في محل ايه؟ رفع. في محل رفع الفاعل. يعني اي، ايوه. آه لا، ما ممكن تكون اسم كان، حاجه تانية اسمها اسم كان، بس هي في محل رفع دلوقتي. ايه يا 6 ضمائر؟ اول حاجه عندي اسمها تاء الفاعل، وانتوا عارفينها، اقول كتبت الدرس. تاء الفعل وواو ناء، الجماعة. ناء الفاعلين، ناء الفاعلين كتبنا الدرس. طب هما هقول عليهم كتبوا الدرس، ودي اسمها واو الجماعة. واو ايه؟ ها؟ الجماعة. طيب لما يكونوا 2 اقول كتب، ودي اسمها ألف الـ2. خلاص؟ هي اسمها أنت الاثنين. اه، ان هما 2 اللي عملوها يعني. كتب، شرب، يضربان، يأكلان، هي دي. حلو حلو يا كيتشو. وبعدين كده 4. طب لو بنات كتير اللي عملوا الموضوع، اقول كتبنا، عجلنا، شرحنا، حاجة اسمها نون النسوة. اللي بعده، ويا المخاطر اه، اكتبي، تكتبي، يا دي الايه، يا المخاطبة. المخاطبة. كل دولت انا لما اشوفهم في الفعل، دولت ماسكين في الفعل، ما ينفعش يجوا لوحدهم، لازم الاقي الته دي ماسكه في فعل، اي واحده منهم ماسكه في فعل، ما تجيش لوحدها زيهم، زي انا، ما دي برضك ضمائر، صح ولا غلط؟ ها، صح. ضمائر. لكن الضمائر دي لا، ملهاش دعوه. امال ايه يا تيتشر؟ دي لازم تكون ماسكه في حاجه، عشان كده على طول ماسكه في الافعال، ما بتسيبهاش. جميل يا ولاد، جميل. جميل. انت اللي جميل. بعربها ازاي؟ انا مثلا انا عندي فعل اهو، زي فعل مثلا كتبوا، ولازم احط الالف في كتب. اعمل ايه؟ اقول عادي كتب، وهعرب اعراب عادي خالص، اقول عليه فعل ماض مبني على الايه. مين الشاطر اللي يقول تيتشر أنا بعت على فعل لحضرتك مبني؟ فعل ماضي مبني على الفتح. ادي اعراب كتب. طب واو الجماعة بقى، الوادي، انا بقول عليها كده اهو، وواو واو. وواو الجماعة. ايوه، من واو الجماعة ده الجماعة. اسم ولا ضمير ولا ايه حكايته؟ قال لي ضمير، والضمير اسم، خلي بالكوا. اه، الضمائر اسماء. اه، واو الجماعة ضمير، ماله؟ ضمير. خلينا اكمل يا دادا. اقول عليه مبني لما حل من الاعراب. لا يا ميس، مبني في محل، ده هو قاعد في اكبر محل، محل الفاعل، في محل رفع فاعل، في محل رفع. ايه يا لو ولادي؟ سمحت ينفع يا دكتور تكبر شوية عشان يعني تمام، بس أعمل سكرين شوت. اخد المثال التاني اهو، مثلا تكتبي او اكتبي درس، اهو اكتبي. الفعل ده نوعه ايه؟ ها، هاجي كده عند كلمة اكتب الاول. أمر على شاطر أمر يوسف، كمل يوسف. طب أمر الاعراب يا مخطبة دي. فعل امر، لا كمل يا أختي مش يوسف. مبني على ايه يا روح؟ السكون. السكون. شكرا يا يوسف. طب وليه دي بقول عليها ايه؟ اكتبي الدرس، ما اقولش اكتبي انتي، لا، اكتبي اليه دي ليها هي، فاقول عليها كده هو، هي دي الفاعل، اقول عليها ايه؟ ضمير، نفس الاعراب، ضمير متصل
يعني لازق في الكلمة، مبني مبني على في، السكون. لا مش على حاجة، محله في محل 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 رفع دفع فاعل. فاعل. بس كده، ادي اي ضمير من الستة دول يتعربوا الاعراب ده. في مشكلة سلمى؟ لا حضرتك تدينا يا سلمى عامل يا مسز سكرين نعم يا شوت. ميس، ثواني اسمع سلمى ثواني. السلام عليكم يا سلمى وعليكم السلام. حبيبة قلبي، انت اول ما جيتي النهارده يا عيني جيتي في درس نحو ودرس تقيل، فيعني لو في حاجة مش مفهومة يا نون عيني وضحي لي. ها احنا بنقعد مع لا بعض، يعني مش مجرد بس تيتشر وخلاص وزمايلها اولادها قصدي، احنا اكتر من كده. واساليهم الا حصة مس امان، اتفقنا؟ لا، خدي هتبقى علمي حتة هفشة وضحك. انتي قلبي يا داني. احنا ندخل الحصة واحنا مرتاحين، مفيش اي ضغط عندي نفسي، بالعكس انا بدخل حصة انا مبسوط جدا. واهلا بيكي وسهلا بيكي يا نور عيني، نورتي الدنيا كلها ونورتينا. نورتينا في فصلنا الجميل. فصلنا الرائع اللذيذ بيكي نورتينا. الصراحة. انا عايزة ايه يا داني؟ حنين قصدي، اتفضلي. ده انا بقول نورتينا دي. النور نورك يا مش حنين يا قلبي قلبي. يا مس نعم يا نور، دي نعم شكلها مش شكلها تاني. نعم شكلها بس ما شافتش الوش الثاني. لا إله إلا الله، لا إله إلا جرامبلي الله. يعني بص أنا الجميل. أتكلم، بص كويس مش عاجب، قالب على الشرير مش عاجب، لا إله إلا الله. عارفة انت حضرتك تعملي ايه والله؟ أعمل فيه إيه بقى؟ الواد اللي اسمه يوسف ده دلوقتي بص بيقول إيه؟ ما شافتش الوش التاني. احنا معانا تلميذة جديدة، خليكي طيبة شوية. او خليني يعني التلميذة طيبة يا يوسف، ما تخلينيش اقلب على الوش التاني. بصوا هو اللي بيحرضني، انا ما عملتش حاجة. يلا اي خدتي سكرين مدام، انت مريضة يا مس. انا بريئة براءة الذئب. خدتي داني سكرين ولا لا يا دودو؟ انا خدت يا مس، انا طب يا خدت. حبيبة قلبي ما تحرمش منكم، يا ريت تحطوها على الجروب بتاعكم. الله يرضى عليك. حضرتك تكتب لنا كلمات واحنا نعرفها من نعم يا الضمائر استاذ، دي. مدينة اهو عايزة أمثلة عليها تحلوها. ماشي يلا بينا، تعالي بس مش الكتاب. في الكتاب هتلاقي في الكتاب موجود، استنى هنخش على الكتاب مع ماشي. بعض. يلا بيقول لي هنا ايه اهو، اجلسوا على الكراسي، اجلس فعل امر، فين الفاعل؟ واو الجماعة. فزتوا بالمباراة، فين الفاعل؟ يلا يا استاذة اللي بتنرفزني انت، استاذ يوسف، يوسف الشقي. ما شفتش الوش التاني، هتتحول لتنين، هتحول لتنين. انت حسيتنا من الناس ان هي بتديكوا نص كتير لسه من الواجبات هتقول ولا حاجه شبه كده. دي اللي ست انا طيبه وقمتي. حتى مش مس بتبقى نعم يا مس. حنين اتفضلي. تعرف ان انا حليت دي اصلا؟ اه شطورة يا قلب، انت جميل يا نونو، انت بس كنت قايل من النوم يا حبيبي انا خفت عليك مش اكتر، مش قصدي حاجة عليكي ان انت لا قدر الله بقيتي وحشة ولا كده. لا يا بنتي اصل انت حد شاطر، ده اللي قلقني عليكي. انا ممكن عادي حصة اي حد يخش ما يحلش عادي، مش هيفرق معايا، لكن لما يكون حد شاطر زي حنين من الاوائل ويجي النهارده تتلوط معايا، لا كده قلبي يوجعني. انت متخيلش انا قلبي وجعني قد ايه؟ انا تعبت. عايز ايه يا واد انت؟ أنا من الأوائل. ما انت يا عم أنا حد قال شاطر. لك حاجه؟ انت النهارده داخل، انت داخل النهارده تتنمر عليا انا عارفه، بس مش هسيب لك الفرصه. انا مش هسيب لك الفرصه يا يوسف، هكون طيبه طول الحصه واغيظك ان شاء الله. يلا لا بينا. لا لا، أكيد حضرتك مش هتتعصبي، وأكيد حضرتك مش هتتعصبي. فأنت حضرتك إيه، حاولي تبقي هادية عشان معانا تلاميذة جديدة، ما تاخدش عن حضرتك فكرة سيئة. آه طب سمعت حضرتك يا سلمى، يا سلمى نعم. شفتي هم عايزين يعملوا ايه دلوقتي؟ هم عايزين لسه لا يستغلوكي. والله، لا اسمعي والله، بقى لا لازم اقول لك والله، نيتهم السوداء، هم عايزين لا يستغلوكي ان انت والله، لسه جايه جديد. لا والله، استني يا لا داني، اصبري والله، اصبري شويه، اكمل كلامي، اكمل لا كلامي. حاجة. استنى يا يوسف، استنى هدوء هدوء. ايه ده شويه، هم عايزين يستغلوكي يا سلمى
عشان انت لسه جديده، فعشان هي جديده يا ميس خليكي طيبه عشان احسن تزعل البنوته الجديده. لا هي عارفه ان انا شاطره وهي حباني وخلاص وهتكمل ان شاء الله. جيده من خلاص جيده يا هي ماما، خلاص، ده انتوا ولاد من خلاص فوش والله حد. ما اقصد ان انت مفكره. يلا بينا نكمل عندي هنا، يلا اكيد بينا مش يا يوسف عارفه اللي ان انت مجنني، انت اللي مفكره. بدأت التنمر انت يا يوسف النهارده. كمان اكتبي اتفرج بقى اسمك، في ما المساعدة. نكمل يا بنكم، اكتبي اسمكي بخط واضح، فين الفاعل هنا؟ بخط انا الناس اكتب علشان ما تعمليش، عشان انتي بتتعثر مننا احيانا انا فاهمه، انا بسبب فاهمه ان احنا مش بالظبط، بنبقى مركزين. انا بس فاهمه دي. يلا بينا يا استاذ يوسف، فين الفاعل؟ فاكتبي اسمك. هو فين يا مس؟ فين اكتبي اسمك؟ اهو اسمك بخط نفس. خلاص اكتبي اسمك بخط النسخ، لقيتها ولا يا يوسف؟ يوسف اهو اتوب. لسه اصبروا عليه، اصبروا عليه يا ولاد، اصبروا عليه. 110 يا يوسف، 110 حبيبي. 110 اطلع بقى صح؟ فوق، ايوه عند ميم سبق النشاط رقم واو، لقيتها يا عمي؟ رقم 3 بقى، يلا اكتبي اسمك، لقيتها؟ ايوه وصلت. الحمد لله على السلامة يا ابني، بالك ايه ما بتجيش، لقد فعلوها. يبقى ما بتقطعش الجوابات علينا. طيب يلا انا اللي هتنمر عليك، مش هسيبك النهارده. قولي يا يوسف يلا اكتبي عشان انت اسمك بخط اتنمرت عليها واضح. في الاول، عشان انت اتنمرت عليها في الاول، المفروض ما كنتش تتنمر عليها. يلا بقى خلينا نكمل، يلا يا يوسف اقول اكتبي اسمك بخط واضح. يا مش يا المخاطب. يا المخاطبة، أحسنت. بس انتي صوتك باهت فجأة أيوة كده. أنا جاية لكم، يلا نكمل. طب اتفضلي يلا يلا يا دان، فزتوا بالمباراة، اكتب. اكتب فزتوا المباراة. بالمباراة. فزتو بالمباراة. هتبقى فزتو، هتبقى فزتو كده يعني، هتبقى فزتو. التاء تاء الفاعل. ايوه بالظبط. سمعت الخبر في المذياع، يلا يا سجا نعم يا تيتش، فين الفاعل يا نور عيني؟ سمعت الخبر في المذياع. المذياع المذياع الراديو يعني. الخبر. هو الخبر اللي بيسمع نفسه ولا انا اللي سمعته؟ مين اللي سمع هنا يا ساجا؟ المذياع سمعت المذياع الخبر، مش عارفه حد يتكلم. سمعت الخبر المذياع في المذياع، مين اللي سمع هنا يا سوسو؟ المذياع واو، يعني المذياع، المذيع مثلا جوه الراديو، الراديو لوحده هو سمع الخبر؟ يعني هو ايه ده؟ قاعد سمعه ولا انا كنت قاعد جنبه بعمل ايه؟ سمعت، انا سمعت غلط. انا ايوه الحمد لله على السلامه يا اختي، يعني انا اللي سمعت. طب فين اللي بيدل عليا انا بالفعل؟ ضمير ايه؟ سمعت ايه ضمير تيتشر؟ ايه بيدل عليا انا؟ ضمير متصل، اسمه ايه؟ ضمير. ضمير متكلم. قصدي ضمير. اسمه ايه الضمير يا ابني؟ الله. فين وهو؟ هي قاعدة مش مركزة أصلا في الحصة. ها؟ هي لو قاعدة مركزة كانت مثلا I know it. ده الفاعل. قصدي ال أيوه هي دي، اسمها ايه بقى؟ أنت قلتي صح، اسمها تقل ايه؟ الفاعل. اصحي يا ساشا وركزي في الحصة يا سوسي. طيب كده عرفت تقل فاعل تيك أو فاك. عرفت؟ نعم انا اللي انت كنت اللي انت قلت لنا عليه اللي احنا نحله، انا بعته لحضرتك. ماشي يا نوراين، انا ما قلتش اصلا لحد يبعته، انت بعتي لوحدك. طيب كنت وصل لسه الفعل ضمير مستتر بقى، اما اقول بقى يا تعالي يا استاذ يوسف، اما اقول لك تعالى يوسف هنا اقول لك ايه؟ اكتب الدرس.
اكتب الدرس، فين الفاعل يا يوسف؟ الفعل أمر. الفعل فعل أمر. تعال نكتبه طب مع بعض كده الجملة دي وانت ترد عليا. ماشي يا عمي، يلا. في ورقة ميسي فاضية ايه؟ انا مش لاقياها، مش هقول لاقياها اهو، عندي يا ميسي. هقول اهو لسه، يروح اقول فين. اكتب الدرس، فين الفاعل يا يوسف؟ اكتب الدرس. اكتب اي اكتب الدرس. قلت اكتب الدرس. ها فين اكتب الفاعل؟ الدرس. اكتب فعل، ركز معايا كده. اكتب هذا فعل هو فعل غرامة. امر. استنوا يا جماعه، اقفلوا المايكات ما عدا يوسف الله يرضى عليك. يوسف بس اللي شغال معايا والباقي كله قافل المايك يا اما ساكت. يلا يا يوسف معايا، اكتب ده فعل امر. انا دلوقتي بامر مين؟ بقول لمين يكتب الدرس؟ بقول لمين؟ هو الدرس اللي هيكتب نفسه ولا في حد هيكتبه؟ لا في حد يكتب. مين هو؟ اللي انا بأمره، فبقول له كده ايه؟ اكتب. يعني انت، انت مين؟ انت تعالى لي هنا، انت اللي هتكتب الدرس. ايوه، يبقى اكتب ايه؟ اكتب انت. فهنا ساعتها هيكون ايه اعراب هنا بقى الفاعل؟ اقول كده. اه برافو عليك. طب هنا اكتب ماله؟ عادي فعل امر ما فيهوش اي شيء مبني على السكون. قال لي واكتب الجمله دي واكتبوها معايا، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. يعني انا بكني بقول له اكتب انت الدرس، بس هم شالوا كلمه ايه؟ كلمه انت. معايا يا ولادي؟ صعب كده؟ لا سهلة أوي يا طب ميسي. الحمد لله. يبقى انا هنا بقدر الفعل. طب لما اقول مثلا عملتها كلنا يا ميسي. تشرح الدرس، مين اللي بتشرح؟ المعلمة. ماشي. طب انا عايز اعرف مين، هنا مش مكتوب، طب فاقول ايه؟ تشرح مين اللي الدرس. هيجاوب؟ مين اللي هيجاوب؟ عايزين، المعلمة. عايزه سلمى. سلمى تجيلي. سلمتي؟ نعم يا ميس. تعالي يا سولي يا عسل انت تغني. تشرح دي اسمه ولا فعل يا سولي؟ فعل فعل نوعه ايه؟ مضارع. فعل مضارع. ماله؟ الفعل المضارع مرفوع بالضم ينرعي. هقول عليه كده ايه؟ ها، فعل مضارع مرفوع بالضم. ماشي يا سكرة؟ ماشي يا ماشي. ميسي. طيب فين الفاعل المفروض بقى؟ تشرح الدرس، مين اللي بتشرح؟ المعلم. المعلمة. هي طب المعلمة قاعدة دلوقتي مع في الجملة موجودة؟ لا مش لا موجودة. فبقول تشرح ايه؟ ها، أنت تشرح هي. يبقى اقول ايه؟ تشرح هي، وراح كاتبه كده اهو، والفاعل ضمير مستتر تقديره، تقديره هي. تشرح هي الدرس. يلا خدي سكرين يا روحي، حاضر. كلكم خدوا سكرين، او واحد ياخد سكرين يبقى. يا مسي انا عاوزة اقول لحضرتك على حاجة. المفروض تراجعي لسلمى عشان تبقى معانا، يعني ما تبقاش تايهة مننا. مبروك. حضرتك قفل المايك. مسي حبيبة بنتي معاكي يا روحي. أقول لحضرتك المفروض تراجعيلها، نعم؟ المفروض تراجعيلها لسلمى علشان تبقى معانا. المفروض أراجع لسلمى؟ المفروض أراجع لها تراجعيلها. إيه؟ لا يا حضرتك اللي من النحو طبعا هنراجع كده كده، تراجعيلها. إحنا إحنا بنشرح وبنراجع، بس هي شكلها شطورة ما شاء الله. الله ما أكبر شاء عليك. الله تبارك الله.
ماشي كده. انا وصلت عندي صفحة كام يا حبايب قلبي؟ صفحة 108 ولا 109؟ دي انا عايزة اشوفها. ثواني كده، 110 110. ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يا رب ان شاء الله هنتابع تاني ونكمل مع بعض باذن الله. ماشي، عايزة بس الواجب بتاعي هيكون صفحة، ثواني اقفل الحياة طول بار ده، صفحة 110 نحلها واجب. يلا اكتبوا الواجب بتاعكم صفحة 110، بس اللي هو عايزة أقول لك المشروع لا بتاعنا بس. ماشي، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. نعم يا رب. لنا شطه. يا حبيبي هنحله ان شاء الله واجب باذن الله. باي باي. يلا.